تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات والتي تتضمن من بينها صالات الأفراح، اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الشاليهات والمزارع نتيجة تقييد أصحاب الصالات ببروتوكولات صحية وصفوها بالصارمة، أدت إلى إقبال المواطنين بشكل كبير على المزارع لسلاسة التعامل مع إجراءات السلامة ولعدد المعازيم الأكبر وعدم التدقيق على أخذ المطاعيم بالنسبة للمعزومين. نتابع. هنا في صالات الأفراح كانت أصوات الاحتفالات تصدح في جميع الأرجاء، إلا أن البروتوكولات الجديدة وصفها أصحاب هذه الصالات على أنها تقييد لحقوقهم، الأمر الذي جعل هذه الأماكن مفرغة تماماً لتكون المزارع والشاليهات هي الوجهات الأنسب للمقبلين على الزواج. توجه العرسان إلى المزارع ويبتعد عن البروتوكول، لأنه أنت مطلوب منك كصاحب منشأة تفتيش على المعازيم أنهم ماخذين اللقاح أو مش ماخذين اللقاح، فذلك هذا يخلق لنا إشكالات مع أصحاب الحفل ومع العريس وحتى مع اللي يجي يبرم عقله، بتقول له أنت مطلوب منك الآن توقع تعهد أو أنا مطلوب منك أن الآن معزيمك يكونوا ماخذين اللقاح، يقول لك لا أنا بروح على المزرعة بدون ما تطبق البروتوكول ولا يطلبوا مني أي شيء اللي تطلبوه أصحاب صالة الأفراح، لأن البروتوكول أمامك خيار، يا أما أنت بدك تعمل لك مشكلة مع أصحاب الحفل، يا أما يتم مخالفتك، يا أما تطلب الشرطة لأصحاب الحفل. أكثر من 500 مليون هو حجم الخسائر التي تكبدها هذا القطاع منذ بدء الأزمة، بالإضافة إلى خسائر القطاعات المساندة لها. خسائرنا كبيرة، خسائرنا فيش أقل صالة فيه 200 ألف دينار، ما في صالة خسرت أقل من 200 ألف، لأنه أجراتها عالية، التزاماتها عالية، مصاريفها عالية، سنة ونص مغلقة، شو بدي يكون خسائرها؟ بكرة من نأخذ حجوزات، أخذ 20 حجز ولا 50 حجز، تصير غلط على المنشأة تغلقها؟ طب وين شو بدي أرجع؟ بدي ترجع مشاكل أول وجديد وبترجع، يعني مش منطقي لقراراتهم. شكاوى المقبلين على الزواج وضعتهم بين خيارين مريرين، إما اختيار قاعة تقيدهم بالبروتوكولات وإما اختيار مزرعة قد تصل تكاليفها إلى أسعار باهظة الثمن، خاصة مع موسم بدء المناسبات والاحتفالات وفتح القطاعات. لفيت كل القاعات، القاعات هلا بتحكمنا قاعدة بالعدد 100%، تمام، وبحكولنا لازم الكل يكون ماخذ مطعوم. هلا الكل ماخذ مطعوم، في ناس عمالها مش راضيه تاخذ المطعوم، فلجأنا للمزارع، المزارع كلها عمالها يعني بتحكي لنا جيب عدد مثلا من 200 ل 250 شخص عادي ومسموح كيك وعصير. طب كيك وعصير اقل سعر حصلناه بالسوق 2500، عرفتي ال 2500 هذول بجيب اطفال وعادي بيحكي لك ما تاخذ مطعوم عادي مش مشكله. صار يلجأ الناس للمزارع، يروحون للمزارع، المزارع بيحكوا لك يعني تعال انا بعمل لك حفلتك مثلا اوكي العدد اللي بدك اياه، ومش شرط انه يكون الشخص مثلا ماخذ المطعوم، وحتى عدد الاطفال، يعني الاطفال بقول لك جيب عدد الاطفال اكثر من عدد الاشخاص، بس ويش ايش راح يحكمون المزارع بالاسعار؟ الاسعار عندهم صارت في مزارع 2500، في مزارع 3000، في مزارع صارت توصل كمان 5000. طب هاي انا مثلا يعني انا عريس مقبل على الزواج، يعني 5000 اعمل في مزرعه. قرابة 2200 قاعة أفراح موزعين في أرجاء المملكة تكبدت دفع الضرائب ودفع أجور العاملين، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى وسط مطالبات بتعديل البروتوكولات بما يضمن إنصاف هذا القطاع وإنعاشه من جديد أسوة بأصحاب المزارع والشاليهات. لم يعد بريق هذا المكان كما كان عليه سابقا، فلا تزال جائحة كورونا تضيق على أصحاب هذا القطاع وسط بروتوكولات وصفها أصحاب هذا القطاع على أنها شروط تعجيزية. ساندرا قطمين، المملكة، عمان. ويبقى معنا عبر سكايب من عمان نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات تحت التأسيس، النقابة كلها تحت التأسيس، السيد مأمون المنصير، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. قطاع صالات الأفراح يعتبر من آخر ومن أواخر القطاعات التي تم فتحها، كم يبلغ حجم الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع نتيجة الإغلاقات منذ العام الماضي؟ تقريبا نحكي عن سنة ونص تقريبا. سيدي أول شيء الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. وأشكر قناة على الاهتمام.
سيدي العزيز، الآن حجم الخسارة تجاوز 250 مليون تقريبا، أو تجاوز 200 مليون بالأحرى. خسارنا كان حجمها كبير جدا. الحكومة قدمت هذا القطاع أي شيء يذكر على أرض الواقع، لحمتنا من المالكين أصحاب الملاك، ولا عملت لنا أي تسهيلات إلى البنوك. سوت القطاعات الأخرى اللي تم عمل تسهيلات إلها خلال جائحة فترة كورونا بالفترات السابقة. طب يعني هذه الأوضاع هل تم إيصالها إلى الجانب الحكومي؟ هل كان هناك معرفة كاملة لديهم بكل هذه التفاصيل والخسائر التي تعرضتم لها؟ بكل تأكيد سيد العزيز، تواصلنا مع رئاسة الحكومة وتواصلنا مع الوزراء المعنيين بالقطاع والوزارات المعنية بالقطاع، وقدمنا لهم حجم الخسائر وقدمنا لهم عدة حلول لإنقاذ هذا القطاع من إيقاف هذه الخسائر، إلا أنه ما كان هناك تجاوب بهذه الفترة. ولازلنا احنا نمر بنفس اللحظة بحجم الخسائر، ولازلنا ندفع الثمن من خلال البروتوكولات والغير مدروسة. نعم، يعني إذا تحدثنا عن البروتوكولات والاشتراطات الموجودة عليكم لإعادة فتح القطاع حتى لا تدخلوا في مخالفات وتتعرضوا للإغلاق، هذه الشروط كيف تقيمها؟ وهل هناك شروط ترونها منطقية؟ سيد العزيز، بخصوص البروتوكول، البروتوكول هو تم إعداده بطريقة غير مدروسة وبطريقة غير تشاركية مع أصحاب القطاع. الآن البروتوكول هو يقول لك افتح، بس بنفس اللحظة ممنوع تشتغل. كيف يعني؟ سيد العزيز، البروتوكول أول شيء أنت مقيد بأعداد معينة ضمن أوامر الدفاع. بنفس اللحظة عندك أحد النقاط أنه ممنوع حدا يدخل هاي المنشأة إلا من يكون ماخذ اللقاح، وهي المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المنشآت، أصحاب القطاع. يعني إذا ناس داخل واحد هو وزوجته، أنت مطلوب منك توقفهم وتسألهم إن ماخذين اللقاح أو لا، وإذا كان أحد أفراد العائلة ماخذ اللقاح والثاني مش ماخذه، بدك الدخل اللي ماخذه، وإذا زوجته مش ماخذته تقول لها معلش بعتذر منك ما راح أدخل. وهذا مستحيل على أرض الواقع. نعم صحيح، وهذا راح يخلق لنا إشكال مع الحفل، مع أصحاب الحفل ومع المعازيم ومع الحكومة، لأنه إذا أنت ما طبقت البروتوكول راح يتم مخالفة المنشأة أول مرة 500 دينار والمرة الثانية 1000 دينار مع تشميع المنشأة لمدة أسبوع. يعني هذا البروتوكول يقول لك افتح، بس انت بنفس اللحظه ممنوع تشتغل، علما انه الان عندك المزارع محجوزه لغايه 3 شهور و4 شهور لقدام. المزارع الان هي اخذت ارزاق اصحاب صلاه الافراح، المزارع الان الخاصه تم تجهيزها واعدادها بشكل كامل للاعراس باسعار خياليه بدون أي بروتوكول، بدون أي مراقبة من الحكومة، لأن تعرف كل المزارع هي جاية مناطق زراعية، جاية مناطق نائية عن العاصمة وعن المحافظات. يعني تصور واحد عامل مزرعة خاصة فيه، فأكيد ما راح يعملها بوسط السكان، تكون نائية شوية نوعا ما. فالآن هاي المزارع تم استغلالها والشاليهات استغلال، هي أصبح صالة أفراح بديلة انقطاع الافراح الان. طب سيد مأمون، ما هي التعديلات التي تطالبون فيها على هذه الاشتراطات، على هذه البروتوكولات، حتى يكون منطقيا العوده الى العمل من جديد لصلاه الافراح؟ سيد العزيز، الان الامور اللي كنا نطالب فيها بانه يتم تعديل بروتوكول، انه انا كصاحب منشاه غير مسؤول أمام الحكومة أو الجهات المعنية
بخصوص اني انا اكون عن المسؤول عن المعازيم. اسوة بالوزارات تراجع وزارات، انت مش مطلوب منك، ما حد يسالك انك ماخذ اللقاح او مش ماخذ اللقاح، تفوت على المطاعم ما حداش يسالك، تفوت على المولات ما حداش يسالك انك ماخذ اللقاح او مش ماخذه، على المستشفيات ما لاحظت واحد يوم من الايام دخلت اي جهه حكوميه او قطاع خاص ما حدا سالنا، ما حدا حكى انك ماخذ لقاح مش ماخذ لقاح. بينما انت الان صلاه الافراح ليش تم تطبيق هذا البروتوكول عليها بالذات؟ ليش ما تكون المساءله تكون يا مع الفرد مثل اللي يكون لابسين كمامات للشوارع، يا اما تكون المساءله على العريس انه هو معازيمه وعيلته وقرايبه واخوانه وخواته، فهو اعلم مني بهاي الناس. نعم يعني طب هذا الطلب بهذا الوضوح الذي ذكرته قبل قليل، هل تم إيصاله إلى الأشخاص المعنيين في الحكومة؟ نعم سيد العزيز، امبارح كان لي اجتماع مع معالي وزير العمل، وصلنا له الرسالة وبلغته بوجهة نظرنا، فقال لك معلش يعني احنا هذا البروتوكول تم إعداده من عدة جهات حكومية وصعب الآن نستطيع أن نغير بهذه البروتوكول، فبدنا نتعاون مع بعض خلال هذه الفترة، وأنتم تحت التجربة لغاية شهر 9. وطرحنا له موضوع المزارع وحكى لي أنه تم إبلاغ وزير الداخلية في موضوع المزارع، وراح يكون لهم تحرك بالأيام القادمة، خلال الأيام القادمة. فلغايه الان احنا يعني الاغلب مش يعني من اصحاب القطاعات الان متوقف عن استقبال الحجوزات، وانا احد الافراد احد الاشخاص اللي انا متوقف عن استقبال الحجوزات، لانه استحاله انا استطيع اني انا يكون عندي حفل واصير اوقف واجيب ناس ضباط ارتباط صحه واصير يفتشوا على المعازيم، لانه راح يخلق لي مشاكل ومضيها بالمراكز الامنيه او بالمستشفيات. نعم وضحت الفكرة. سؤال أخير قبل ما ننهي مقابلتنا، النقابة الآن تحت التأسيس، إلى أين وصلتم في هذا الأمر؟ وهل برأيك لو كانت النقابة موجودة ومؤسسة كان سوف يكون الحال أفضل مما هو عليه الآن؟ سيد العزيز، الآن لا زالت النقابة قائمة الآن أوراقها ومعاملاتها جاهزة عند المحامي، وتم تقديم طلب للوزارة، وامبارح كمان وأنا بوزارة العمل حكيت له أنه راح نرجع نقدم مرة ثانية، لأنه تم رفضها أول مرة، كان بدون يضمون لجماعة لنقابة السيوانات، وكان في اختلاف بوجهات النظر وبالطريقة الأداء جماعة السيوانات عن أصحاب صلاة الأفراح، مختلفين كليا هذول القطاعين عن بعض، وغير يعني هم مكملين لبعض بس بنفس اللحظه مختلفين بادائهم وعملهم. وتم ردينا عملنا حطينا محامي لهي النقابه وماشيين باجراءاتها ان شاء الله. اما بخصوص لو كان هنالك نقابه ممكن يكون ايصال الصوت اسهل والتواصل مع الحكومه بطريقه اسهل وسلسه اكثر وتخدم القطاع بشكل أفضل. نعم نتمنى لكم التوفيق في إنشاء هذه النقابة وإكمال كل الأوراق، وأيضا أن تصل أصواتكم ومطالباتكم للحكومة، يكون هناك رد واضح ومنطقي بالنسبة إليكم على هذه الاشتراطات وتعديلها. بدي أشكرك جدا على وجودك معنا اليوم، كنت معنا عبر سكايب من عمان السيد مأمون المناصير، شكرا جزيلا لك.